أهلا بكم. تعدد المصارف العراقية بين حكومية وأهلية وانتشارها بشكل كبير في بغداد وبقية المحافظات الأخرى لا يعني بالضرورة أننا نمتلك منظومة مصرفية متطورة ومهنية تقدم خدمات نوعية لزبائنها من مستثمرين وغيرهم، كما أننا لا يمكن أن نحكم عليها بالفشل المطلق، فربما تجربة من هنا وهناك قد تكون ناجحة، لكننا نرغب في أن تتسع دائرة النجاح لتشمل نطاق أكبر مما هي عليه الآن. التفاصيل بعد أن نتابع هذا التقرير. بعد رحلة معاناة عاشها المواطن العراقي مع النظام المصرفي في العراق، والتي كانت ولم تزل بوابة واسعة لنهب جيوب الفقراء، فلا يخفى على أحد أن عددا كبيرا من المواطنين الذين يلجؤون إلى القروض هم من الفقراء جدا لسد حاجتهم والعوارض التي تصيبهم، فمنهم من يستعين بالقرض لعلاج، وآخر يبتغي إنشاء مشروع صغير يكسب رزقه منه، لكن الذي يحصل على قرض يتعرض إلى ابتزاز ومعاناة وتأخير وشروط تعجيزية، وبعد حصول المقترض على قرض ما يدخل في دوامة معاناة أخرى، وهي نسبة الفوائد المرتفعة بشكل لا يمكن السكوت عليه، ومقدار التسديد الشهري الذي هو الآخر يعد ضربا من الخيال في العراق إذا ما قورن بالدول الأخرى. وهنا بات لزاما على الحكومة أن تدرس خطوات لإصلاح هذا النظام وتحريره من الإقطاعية الذين يسيطرون عليه، والذين تعاظمت أموالهم بشكل كبير وسريع ولافت، وباتوا ينافسون الدولة على مواردها، وهذا ما يتطلب وفق مختصين صولة إصلاحية من الحكومة لانتشال المواطن من قيود القطاع المصرفي المجحف ومحاسبة المبتزين في هذا القطاع، ناهيك عن معالجة الانتقائية في التعامل مع الموظفين وغيرهم. لبرنامج دينار علي الجميلي، العراقية الإخبارية، بغداد. ولتفاصيل أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا في الاستديو رئيس مجلس إدارة المصرف العراقي للتجارة السيد فيصل الهيمس. مرحبا بك أستاذ فيصل. أهلا بك أستاذ قيس. مرحبا بك، أجمل ترحيب. أستاذ فيصل، على مدى 17 عام ونحن نشخص كإعلام وأيضا كخبراء في القطاع المصرفي، نشخص الأخطاء المصرفية والركاكة في العمل أو في المنظومة المصرفية العراقية على مدى طيلة السنوات السابقة، الآن لابد أن تنتهي مرحلة التشخيص، لابد أن ننتقل إلى مرحلة المعالجة. كيف ممكن أو ما الذي تحتاجه المنظومة المصرفية في الوقت الحاضر من أجل أن تتجاوز الأخطاء السابقة والحالية؟ بداية طبعا مثل ما تفضلت، منذ 2003 وطبعا عمل المصارف اعتمد أولوية لمزاد العملة، وطبعا كانت وسيلة مربحة لتحقيق أرباح بدون أي مخاطرة برأس المال. طورنا طبعا ويا مرور السنوات، وخصوصا منذ 2014 بقيادة البنك المركزي العراقي بدفع المصارف لتنويع أعمالها وتقليل اعتمادها على المزاد. وطبعا البنك المركزي الحقيقة نجح بأن يقلص الفرق بسعر صرف الدينار مقابل الدولار الأمريكي، إلى درجة أن قدر أن يجبر المصارف بهذه الطريقة على الدخول بعمليات إقراض إلى المؤسسات التجارية الخاصة، وطبعا هذا يوفر بيئة مصرفية سليمة من حيث التعامل، بحيث أنه توفر الثقة بين المواطن أو الشركة المحلية بالتعامل ويا المصرف. وشفنا نهضة ب هذه الأعمال لحد تقريبا منتصف سنة 2019 الحقيقة أيضا ابتدى يرجع الارتفاع بسعر صرف
الدينار مقابل الدولار، مما أدى طبعا إلى عودة المصارف مثل ما يقولون عادت ريما لعادتها القديمة، بحيث أنه قلصت من عمليات التمويل واتجهت مرة ثانية إلى تحقيق ربح بمخاطر قليلة عبر المزاد. طبعا أحد الأشياء اللي أيضا نجح بها البنك المركزي العراقي هو دفع المواطنين أو موظفي الدولة إلى الاتجاه إلى استخدام وسائل الدفع الإلكتروني وتوطين الرواتب ويا المصارف، اللي طبعا أيضا جهد مشكور بالنسبة للبنك المركزي العراقي. هذا أدى إلى أيضا خلق أدوات أخرى للمصارف لكي تمارس أعمالها الطبيعية اللي هي الأعمال الصرفة عن طبعا عمليات بيع الدولار. هذا طبعا يحتاج إلى دعم أكثر من قبل الحكومة لتتويج هذه الجهود بنجاح المصارف على أن توفر العمليات المصرفية وتتجه إلى هذا. طبعا أحد الطرق اللي ممكن أنه تساهم بهالشيء هذا هو تشجيع طبعا الدوائر الحكومية على أن تكون لها عمليات ويا بعض المصارف الخاصة بحسب مثلا تصنيف يقوم بالبنك المركزي العراقي. أكو جهود بهذا الاتجاه طبعا، لأن تعرف احنا اليوم الجمهورية العراقية بلد ما شاء الله غني بناس بعدد النسمات بثرواته، وأكيد اعتماد بلد مثل العراق على مصرف أو مصرفين هو شيء طبعا خاطئ، وبالتأكيد راح يسبب مشاكل بالمستقبل إذا استمر الوضع على ما هو عليه. شنو تقصد باعتماد العراق على مصرف واحد أو مصرفين أستاذ يعني فيصل، في ظل وجود 70 مصرف ما بين أهلي وحكومي؟ صحيح، ولكن أكثر المصارف هذه مثل ما تعرف اليوم عندها قاعدة رأسمالية ضعيفة. أنت اليوم دا تحشي على مصرف يكون رأس ماله بحدود 250 مليون مليار دينار. طبعا هذا راح يحد من القيام ب العمليات التمويل الكبرى اللي تحتاجها مثلا مشاريع البنية التحتية، أيضا على القيام بأدوار متطورة وقادرة بالقيام بأعمال الدوائر الحكومية اللي تعرف هي طبعا تقوم بمشاريع ذات كل فعالية اللي تحتاج طبعا أن المصارف يكون لها قاعدة رأسمالية قوية على مود تقدر تقوم بهذه العمليات. زين أستاذ فيصل، كانت هناك فكرة لدمج بعض المصارف مع بعضها، ثلاث مصارف أو أربعة، من أجل أن تدعم المشاريع الاستثمارية أن تقوم أو تؤدي واجباتها بالصورة المهنية والصحية المتعارف عليها في جميع دول العالم، لكن لحد هذه اللحظة لم تطبق هذه الأفكار. صحيح، هناك طبعا دور ملموس للبنك المركزي العراقي بالدفع بهذا الاتجاه، ولكن طبعا ظل أنه رغبة المصارف بالاتفاق على القيام بهذا النوع من الأنشطة اللي تخليها تواجه التحديات هذا. طبعا هذا تعرف يعتمد على مدى الجدوى بالنسبة لملاك المصارف على الاتحاد، بس بالتأكيد هي تجربة ناجحة صارت طبعا بكل العالم وراح تؤدي إلى فائدة كبرى، لكن اللي نحتاجه طبعا أنه يكون هناك توافقات بين المالكين الأسهم بأكثر من مصرف على مود أنه يقدرون يقومون بهذه العملية. أنا متأكد أنه راح تصير، بس يحتاج أيضا من البنك المركزي العراقي على أنه يوضح النجاحات اللي ممكن تتحقق بعمليات الدمج لطبعا رؤساء مجلس إدارة المصارف الأهلية والفائدة منها، وهذا إن شاء الله يعني راح يكون طريق لإعادة هيكلة القطاع المصرفي العراقي وتقويته برأيي. تمام أستاذ فيصل، يعني هل تعتقد بأن المصارف الأهلية على وجه الخصوص أدت الدور المطلوب منها سواء في دعم العمليات الاستثمارية أو في تنويع خدماتها للزبائن؟ يعني
من 70 مصرف خلينا نقول، أكيد بالتأكيد أكو بعض المصارف اللي قامت بهذا الدور، لكن الحقيقة يظل طبعا هناك مثل ما تعرف بعض المصارف اللي مملوكة من مصارف إقليمية بدول المنطقة، وهذه اليوم يعني كنا نتمنى أن نشوف دفعها للمصارف اللي تتملكها بالعراق على تقديم خدمات متطورة أكثر، أيضا إلى تقديم دعم للاقتصاد العراقي على مود تقدر أنه تبرز عبر المصارف اللي استملكتها منذ 2003 ولحد اليوم، ولكن ظلت يعني المصارف المالكة الإقليمية متخوفة من طبعا الاستثمار أكثر بالعراق، طبعا لعدة أسباب، واحدة منها كان فترات انعدام الأمن، والثانية طبعا مرحلة داعش اللي طبعا الحمد لله انتهت بنجاح جيشنا وقواتنا الأمنية بالانتصار ودحر هذا التنظيم الأسود، إضافة إلى طبعا الانتقال إلى المرحلة اللي هي اليوم طبعا هناك عواقب للاستثمار مثل ما تعرف اللي هي جائحة كورونا، انخفاض أسعار النفط، ورغبة جميع البنوك بالعالم وليس فقط الإقليمية بالتريث بدفع سيولتها إلى السوق. تمام، ماذا عن المصارف الحكومية أستاذ فيصل؟ المصارف الحكومية مثل ما تعرف لها دور تنموي أكثر، طبعا هو دور اللي أيضا يتوافق مع السياسات المالية للحكومة، مثل ما تعرف احنا كمصرف عراقي للتجارة واخواننا ايضا بالرشيد والرافدين نواكب الاولويات لعمليات إدامة الاقتصاد العراقي بكافة انواعه، طبعا من الاستثمار ب خطط ومشاريع الوزارات المتعددة إلى طبعا تمويل الرواتب في حال الحاجة، وأعتقد أنه إحنا اليوم مارسنا هذا الدور طبعا وعملنا وثيقا مع وزارة المالية العراقية على توفير هذه المستلزمات. أستاذ فيصل، يعني من وجهة نظر عالمي أو كيف ينظر العالم والمنظمات الاقتصادية والمالية المحترف بها رسميا إلى المنظومة المصرفية العراقية، أو كيف يتعامل معها على وجه الخصوص؟ الحقيقة سؤال جدا مهم. مثل ما تعرف العراق اليوم أكثر استيراداته تتم عبر المصرف العراقي للتجارة، مثل ما تعرف احنا نتمتع بشبكة علاقات دولية وحوالي 460 مصرف حول العالم، وطبعا علاقات متميزة بحيث أنه نلبي المتطلبات لهذه المصارف من الالتزام بعمليات أو سياسات غسيل الأموال العالمية والمحلية، إضافة إلى التزامنا بتعاليم الامتثال الدولية والمحلية، وكذلك قوة رأس مال المصرف. مثل ما تعرف احنا زدنا رأس مال المصرف بنهاية السنة المالية 2019 وبداية هذه السنة بعد استحصال طبعا موافقة مجلس إدارتنا وكذلك رئاسة الوزراء، زدنا رأس المال من 2 مليار و300 مليون دولار أمريكي إلى 3 مليار دولار أمريكي، إضافة إلى طبعا توفر السيولة العالية بالمصرف ونسبة الأرباح اللي حققها، كل هذه أشياء تتطلبها البنوك المراسلة لتفعيل طبعا علاقات متبادلة بينها وبين المصرف الطالب. الحقيقة هذه الشروط اليوم تتوفر في بعض المصارف العراقية،
ولكن تلاقي أنه هناك ضعف يمكن بتقديمها إلى البنك المراسل وعدم تلبية مثلا بعض الشروط. مثل ما تعرف البيانات المالية احنا نحرص على ان نصدرها، وطبعا هذا منذ استلام إدارة المصرف بال 2016 نحرص على ان نصدرها بالربع الاول للسنة المالية المنتهية، ونصدرها طبعا عبر مدقق خارجي اللي هو يكون من الأربعة الكبار، مثلا اللي هو أرنست أند يانغ، كي بي ام جي الى اخره. المصارف الأخرى يجب أن تقوم بهذه العمليات من أجل إقناع المصارف العالمية والإقليمية بقدرتها على توفير هكذا بيانات وبأوقات معينة، لأن هذا كله يبين مدى كفاءة إدارة المصرف بنشاطها والتزامها بالمعايير الدولية اللي طبعا تطلبها البنوك المراسلة الأجنبية حول العالم. تمام، أفهم كلامك بأن المصرف العراقي للتجارة هو المصرف العراقي الوحيد الذي تثق به المنظمات الدولية الاقتصادية والمالية؟ يعني بالتأكيد عدد البنوك المراسلة اللي تتعاطى ويا المصرف العراقي للتجارة يؤكد هذا الشيء، ولكن ما نقلل من جهود أخواننا في بقية المصارف. أيضا لديهم بعض البنوك المراسلة، ونتمنى طبعا أنه يقدرون أن يوسعونها. أنا أقصد من حيث الثقة أستاذ فيصل، يعني الجهات إن شاء الله الثقة موجودة بالجميع الأكثر. نتحدث بصراحة أستاذ فيصل، الجهات الأجنبية يعني المنظمات الاقتصادية الدولية الاقتصادية والمالية بمن تثق أكثر من المصارف العراقية الموجودة حاليا وخصوصا الحكومية؟ بالتأكيد المصرف العراقي للتجارة اليوم هو البنك الرائد بمجال توفير التجارة الخارجية لجمهورية العراق، وهذا ينعكس طبعا على أن يكون هو البنك الأول في هذا المجال. زين، شنو اللي تحتاج بقية المصارف حتى توصل إلى نفس المستوى اللي وصلت تي بي آي؟ طبعا تعرف الحقيقة الاستثمار بالخبرات تدريبها وأيضا توسيع القاعدة الرأسمالية والتزام طبعا بتقديم البيانات المالية بحسب المعايير الدولية، وأيضا تكون طبعا بيانات مالية مقدمة ومدققة من قبل يعني مدقق خارجي من الأربعة الكبار. هذا شيء جدا مهم بالنسبة للمصارف المراسلة العالمية، لأنه لما تشوف مثلا أن الميزانيات أو البيانات المالية قد قدمت من مدقق معروف تقدر توثق بالأرقام المقدمة من هذا المصرف وتتشجع على أن تتعامل وياه. ولكن أيضا تقديم هذه البيانات لازم يكون بتوقيتات معينة، مثل ما قلت لك أنه إحنا من 2016 لغاية اليوم وإحنا البيانات المالية دائما تكون جاهزة ومدققة وخلصانة بنهاية الربع الأول من السنة التالية للسنة المالية اللي قبلها. زين أستاذ فيصل، برأيك يعني ليش تأخرت هذه المصارف يعني خصوصا مصرفي الرافدين والرشيد، لماذا تأخرت؟ هل بسبب سوء الإدارة أم إهمال أو تقصير؟ يعني باعتقادي مثل ما تعرف أولا المصرف العراقي للتجارة أيضا هو من المصارف المؤتمتة، طبعا هذا يسهل علينا عملية تعاملاته توفير البيانات المالية بسرعة أكبر من زملائنا بالرشيد والرافدين، لأن مثل ما تعرف اتجهوا إلى الأتمتة متأخرين منذ فترة بسيطة، ولحد الآن يعني لم يكملون النظام المصرفي الشامل. هذا طبعا أكيد يتطلب وقت أكثر من قبلهم لتوفير البيانات المالية إلى مدققيهم وأيضا السرعة بإنجازها. بس يعني بتصوري اليوم تحتاج الإدارات الموجودة بالمصرفين هذه على التركيز على أن تنهي هذه العمليات وتنجز هذه المشاريع، لأنه الحقيقة الفترة اللي استغرقوها فترة يعني طويلة، وطبعا تأثر
على عمليات المصرفين وعودتهم إلى الدورة الريادي في القطاع المصرفي العراقي. أستاذ فيصل، البعض يذهب إلى تأييد فكرة إلغاء المصارف الموجودة أو إعادة تأسيس المصارف الحكومية الموجودة مثل الرافدين والرشيد، لماذا يذهب البعض إلى هذا الرأي؟ وهل تعتقد بأنها فكرة صائبة؟ لا، حقيقة أنا غير مؤيد لهذا الاتجاه. اليوم مصرف الرافدين مثل ما تعرف مصرف رائد ومصرف له دور كبير بالنشاط المصرفي العراقي وأيضا الإقليمي. مصرف الرافدين باعتقادي تأسس يمكن بحدود بداية الأربعينات، وطبعا قام بتطوير نفسه بحيث أنه كان المصرف الأول على مستوى المنطقة، منطقة الشرق الأوسط، مو من فترة بعيدة يعني سنة 1983 مصرف الرافدين كان المصرف الأول من المصارف العاملة بالشرق الأوسط. مثل ما تعرف أيضا إلى عمليات وفروع بالأردن، ببريطانيا، بمصر، بالإمارات، بالبحرين، اليمن، ولبنان أيضا. فمصرف عريق مثل هذا ما ممكن أنت اليوم تتخلى عنه والحقيقة تتجه إلى تصفيته. باعتقادي أنه اليوم الرافدين لا يزال له مؤهلات هائلة لأن يكون مصرف كبير ويرجع إلى سابق عهده، ولكن الموضوع يحتاج إلى تخطيط. يعني بالأزمة المالية بال 2008 طبعا كانت هناك مشاكل لبنوك عالمية كبيرة مثل سيتي بنك. سيتي بنك تعامل بالموضوع هذا عن طريق تقسيم الميزانية إلى ميزانية منتجة وميزانية غير منتجة، وأعتقد أن هذا، وطبعا بعد هذا التفصيل، قدر سيتي بنك طبعا بمساعدة من الحكومة الأمريكية على أن يتجاوز الأزمة هذه ورجع اليوم إلى طبعا قوته وانتشار عملياته وإدامتها. من الممكن أنه الواحد يستخدم هذا السيناريو طبعا لعملية إعادة هيكلة مصرف الرافدين فرضا، وبناء على المعطيات اللي موجودة ممكن أن نرجع المصرف إلى سابق عهده. هل تعتقد بأن طبيعة التوظيف أستاذ فيصل ما بين المصرف العراقي للتجارة وبقية المصارف الحكومية هي من جعلت المصرف العراقي للتجارة يتفوق في كثير من المزايا على بقية المصارف؟ شوف، المصرف العراقي للتجارة على مدى السنين اللي تأسس طبعا بداية بال 2003 ولحد اليوم بحوالي 17 سنة، الحقيقة استثمر بتدريب موظفيه، بدعمهم بآخر المعلومات المتوفرة بالصناعة المصرفية. وإحنا سنويا الحقيقة عندنا دورات داخلية داخل المصرف، سواء بتوفير التدريب لكافة موظفي الفروع والإدارة العامة، وبيان احتياجات موظفينا للقيام بأعمالهم. وأيضا عندنا الدورات اللي هي خارج المصرف ولكن محلية داخل جمهورية العراق، سواء مع البنك المركزي العراقي أو رابطة المصارف الخاصة. وأيضا هناك دورات خارجية اللي طبعا ندفع بموظفينا إلى الدخول بها والمشاركة. وأيضا بعد يعني إنهاء هذه الدورة الخارجية يقومون بالرجوع إلى المصرف وتقديم تقرير كامل عن النشاطات اللي بحيث أنه أيضا إحنا نوزعها على بقية الموظفين للاستفادة منها. هذا طبعا الاستثمار بمجال التدريب بالنسبة لمنتسبي المصرف مهم جدا. تمام أستاذ فيصل، اسمح لنا، عذرا على المقاطعة، لكن اسمح لنا نذهب إلى متابعة موجز لهم أخبار اقتصاد ونعود إلى تكملة باقي تفاصيل الحلقة.
أكدت اللجنة المالية النيابية أن الدولة ماضية في توزيع الرواتب وفق التوقيتات الزمنية المحددة دون أي تأخير، وتنفي الحديث عن تأخيرها لأربعين يوما بسبب الأزمة المالية، وهذا مخالف الواقع بطبيعة الحال. أمر وزير الموارد المائية مهدي رشيد المباشرة بإزالة التجاوزات على ضفاف الأنهر، لا سيما ضفاف شط العرب، فيما أشار إلى استحصال كتاب دعم من مجلس القضاء الأعلى لرفع التجاوزات على الحصص المائية. الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات تقرر تعليق استقبال الركاب على جميع الرحلات والترانزيت القادمة من باكستان لحين الانتهاء من إنشاء مختبر خاص لإجراء الفحوصات المختبرية لفيروس كورونا. توصلت السودان الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على برنامج مشترك يفتح الباب أمام التموين والاستثمار الدوليين في القطاعات الإنتاجية والبنى التحتية وخلق فرص عمل جديدة للشباب. دعا الاتحاد الأوروبي بريطانيا للكشف عن سياسة المساعدات الحكومية بعد خروجها من الاتحاد، مؤكدا أن افتقار بريطانيا إلى خطة عامة لنظام الدعم المحلي قد يعرقل المحادثات في المستقبل. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا أمير المؤمنين وأولاده المعصومين حجج الله
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، وصلى الله على محمد وآله وسلم. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدي الكرام، قبل العودة إلى ضيف الكريم دعونا نتابع سيرة عالم الأرقام في هذه الدقائق. اهلا بكم مره اخرى مشاهدينا الكرام، عدل ضيفي في الاستوديو رئيس مجلس اداره المصرف العراقي للتجاره السيد فيصل الهيمس. مرحبا بك مره اخرى استاذ فيصل، واسال حضرتك او سؤال موجه من الخبير الاستشاري المهندس مازن السعد، يقول لماذا موجه لحضرتك السؤال لم يرتقي المصرف العراقي للتجاره بالانتشار افقيا بالخدمه وعموديا في النوعيه كبنك موثوق به محليا وعالميا في الخدمات التاليه: بطاقات الائتمان، تمويل المشاريع الصغيره والمتوسطه، منح الموهوبين، منح للموهوبين دراسيا والابتكارات. الحقيقة سؤال أيضا مهم وأشكر الأخ مازن عليه. المصرف بالسنوات الأربعة اللي مضت طبعا كان له دور كبير بموضوع الدفع الإلكتروني، ليس فقط عبر توفير وسائل الصرافات الآلية أو نقاط الدفع الإلكتروني، ولكن احنا كانت عندنا مبادرة بأن نأسس الحقيقة شركة للدفع الإلكتروني والأنظمة المصرفية. الفكرة كانت أنه مثل أي مصرف عندنا قسم لتكنولوجيا المعلومات اللي هو تعرف قسم يدار من قبل الموظفين الموجودين بالمصرف والمتمرسين على نظام مصرفي معين اللي نستخدمه طبعا بالمصرف العراقي للتجارة. فارتئينا أن نحول هذا القسم بدل ما يكون قسم تكلفة نحوله إلى شركة تقدم خدمات الدفع الإلكتروني مثل ما قلت سابقا، وأيضا تقدم أنظمة مصرفية مؤتمتة إلى المصارف العاملة بالعراق. طبعا هاي الفكرة كانت توافقا مع بدايات تشجيع الحكومة العراقية لدفع الرواتب عبر الوسائل الإلكترونية، وطبعا استغلينا هذه الفرصة بتأسيس الشركة واستحصلنا موافقة البنك المركزي العراقي، والشركة الحمد لله اليوم صار لها عاملة تقريبا لمدة سنتين. السنة الفاتت حققت أرباح بحدود 5 مليار دينار اللي طبعا عززت إيرادات جديدة إلى المصرف.
هذه شركة اليوم عندها اتفاقات مع عدة شركات بتقديم خدمات إلكترونية إضافة إلى أنظمة مصرفية، وطبعا يقوم العاملين بها بالتسويق لهذه المنتجات إلى المصارف العراقية. الحقيقة عبر هذه الطريقة وعبر الجهود الدؤوبة لموظفين الشركة، استطاع المصرف أن يقدم الكثير بعملية توطين الرواتب وتشجيع طبعا المستخدمين على استخدام وسائل الدفع الإلكتروني، بحيث أنه بخلال الثلاث سنين الفاتت قدرنا أنه نوفر البطاقات الإلكترونية، سواء البطاقات الخصم اللي هي بطاقات الخصم عبر الحساب الجاري أو بطاقات الائتمان لحوالي تقريبا 300,000 مواطن يستخدم هذا الوسيلة. بنفس الوقت أيضا نحرص على أنه تكون عندنا دراسة لنوعية الخدمة المقدمة من المصرف قبل أن نطرحها بالسوق. نسوي تجارب اختبارية، أيضا نسوي استبيانات لآراء العملاء، والحمد لله يعني مثل ما تعرف احنا الحقيقة خلال كل سنة نطلق منتوجات جديدة. ابتديناها طبعا بال 2017 عبر منتج تستاهل اللي الحمد لله لقى النجاح الكبير، وطبعا مستمر لغاية اليوم، وأيضا إلى تفرعات عبر تستاهل تسهيلات وأيضا تستاهل دولار. قمنا أيضا بإطلاق منتج جمار اللي هو طبعا للعملاء المميزين، وأيضا فتحنا مراكز لجمار بفروعنا بالبصرة، ببغداد، بالنجف، بأربيل، وتقدم طبعا خدمات متميزة وتلاقي رضا عملائنا. تمام. بالمقابل عفوا استاذ فيصل، بالمقابل الزبائن يطلبون ايضا بان تخفض عفوا نسب الفائدة، باعتبار ان نسب الفائدة في المصارف العراقية كبيرة جدا حسب ما يعتقدون. شوف الحقيقة بالمصرف العراقي للتجارة احنا دائما الحقيقة نراجع الاسعار ونقارن طبعا الأسعار الموجودة بيننا وبين المصارف العاملة بالعراق. نحرص دائما على أنه نكون بالمتوسط بطبعا الأسعار لتمكين المواطن من الاستفادة من خدماتنا. لكن أتفق وياك، والحقيقة احنا السنة هذه طبعا بعد تخفيض الفائدة على الدولار الأمريكي انعكس هذا طبعا على انه احنا اليوم ايضا خفضنا الفوائد اللي ندفعها على الودائع، بحيث انه قدرنا ايضا نخفض فوائد اللي نطلبها على الاقتراض. السنة الفاتت مثلا كانت 9، نزلت حاليا الى 8%. وهناك ايضا طبعا تعرف بظل الظروف الموجودة حاليا بسبب الحظر وجائحة كورونا إلى آخره، أيضا نقوم بدراسة لتخفيض الفائدة بالنسبة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. وماذا عن القروض الشخصية أستاذ فيصل؟ القروض الشخصية مثل ما قلت لك احنا خفضناها. خفضتوها، ايش قد صارت نسبتها تقريبا؟ 8%، السنة الفاتت كانت 9%، حاليا هي 8%. حاليا 8%. لكن احنا اليوم تعرف القروض الشخصية هي قروض استهلاكية. يعني احنا اللي نحتاجه انه يكون هناك دورة كاملة للاقتصاد. يتم طبعا استغلال الاقتراض هذا لتنشيط الدورة الاقتصادية بالجمهورية العراقية. طبعا هناك قطاع خاص اللي الحكومة يجب ان تنمي على مود انه يقدر يساعد بتوفير فرص العمل. تمام استاذ فيصل، يعني عذرا عن المقاطعة لضيق الوقت، يعني فيما يخص المواطن رواتبهم لدى المصرف العراقي للتجارة، نعم، يشكون من عملية الإجراءات وتحديدا فيما يخص الكفيل. يقول لك احنا وطننا راتبنا بعد عند المصرف العراقي للتجارة، الكفيل ليش؟
الحقيقة أكثر من مرة سألنا هذا السؤال. الكفيل طبعا الدوائر المواطنة احنا متجهين إلى إلغاءه. جيد. لكن بالنسبة طبعا مثل ما تعرف المصرف أيضا يعطي قروض للموظفين الدولة الغير مواطنة رواتبهم. بهالحالة هذه نحتاج الكفيل. ولكن المصرف في أكثر من مرة عمل استثناءات لمواطنين موظفين الدولة المواطنة رواتبهم ويا التي بي اي بإلغاء الكفيل والاكتفاء بطبعا توطين راتبه ويانا. يعني طبعا تواجهون مشكلة كأصحاب مصارف بعدم التسديد، كيف تتعاملون أو كيف تعاملتم كمصرف عراقي للتجارة مع هذه المشكلة بالتحديد؟ لا الحقيقة ما عندنا يعني مشكلة ويا مقترضينا. السبب بسيط، احنا لا المستثمرين ولا الزبائن العاديين. استاذ فيصل، لا شوف، بالسابق اكيد المصرف كان عنده قرارات ائتمانية خاطئة وقدرنا ان طبعا نسوي اعادة جدولة لبعض المستفيدين من هذه القروض، والحمد لله التحصيل بالمصرف ممتاز. يعني احنا خلال الأربع سنين الفاتت تقريبا حصلنا بحوالي مليارين دولار من المحفظة الائتمانية الغير منتجة اللي كانت بالمصرف. واليوم المصرف الحمد لله يعني سيولته تعتبر جدا عالية من ناحية من مقارنة بالمصارف العاملة بالعراق وخارج العراق. فيعني احنا اليوم متوفر عندنا سيولة بحدود 10 مليار دولار. ليش ما داينت الحكومة استاذ فيصل؟ عفوا، داين الحكومة شوي حتى يعطونا رواتب. لا الحكومة ان شاء الله تقدر تعطي الرواتب. الحكومة ان شاء الله قادرة، وطبعا هناك جهود مميزة طبعا من معالي الدكتور علي علاوي وزير المالية، إضافة طبعا إلى قيادة دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى الكاظمي. وفي حال الحاجة طبعا احنا كمصرف أكيد راح نكون من المصارف اللي راح تعتمد عليها الحكومة بطبعا تسيير أمورها الاستثمارية والتشغيلية، وهذا الدور اللي دائما الحقيقة قمنا بدعم كافة مؤسسات الدولة بجمهورية العراق. تمام. أستاذ فيصل قبل الختام يا ريت الإجابة تكون مختصرة، كيف وجدتم الإصلاحات المالية للحكومة العراقية الجديدة؟ مثل ما تعرف الحكومة لحد الآن طبعا يعني في بداية عهدها، معالي الوزير الدكتور علي علاوي في طور أن يقدم ورقة الإصلاح المالي اللي طبعا كلنا ثقة أنه راح تكون ورقة توازن بين حاجة الدولة وأيضا المواطنين وتوفير العيش الكريم لهم، وطبعا راح تركز على أنه يكون هناك إدارة مالية جديدة بحيث أنه تحفظ المال العام من الهدر والفساد. تمام. رئيس مجلس إدارة المصرف العراقي للتجارة السيد فيصل هيمس، نشكر انضمامك معنا في حلقة اليوم من برنامج دينار. مشاهدي الكرام، وصلنا إلى الختام، نلتقيكم في حلقة أخرى. دمتم في أمان الله.